في أي دقيقة أو أي ساعة يعني تكون هناك المصادر من اليمن تكشف عن ضربات بالفعل، ولكن ماذا عن اليوم التالي؟ ما هي الأبعاد لهذه الضربة العسكرية المرتقبة؟ يعني أولا طبعا القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ستكون في حالة استنفار قصوى، كذلك القوات البريطانية وأي قوات موجودة تابعة لحلف الناتو أو تعمل في إطار التحالف الدولي لمكافحة داعش. أنا أعتقد أنها ستكون أيضا في إطار الاستعداد كأقصى استعداد، واحتمالية أن يكون هناك توسع للعمليات العسكرية الأمريكية أو العسكرية الأمريكية البريطانية المشتركة ضد الحوثي. لكن الفكرة اليوم أنه بعد الضربة التي ستوجه والمنتظرة، أعتقد أنه سيكون هناك تقييم لهذه الضربة ونتائجها وانتظار ردة الفعل الحوثية والإيرانية. بكل تأكيد ستكون هناك تصريحات إيرانية ستشجب وتدين وتستنكر العمليات العسكرية ضد الحوثي، ولكن نحن ننتظر ما هو أبعد من ذلك. هل سيكون هناك تهديد بأنها ستقوم بالرد أو ستنتهج نفس النهج الذي هي عليه دائما منذ بداية حرب 7 أكتوبر وحتى اليوم، وهو أن تنأى بنفسها عن أي تخطيط أو مساعدة أو استراتيجية أو لوجستية لأذرعها بالوكالة في المنطقة؟ هل ستطور من الأمر؟ هل ستقول مثل هذه التصريحات من جانب وفي المقابل تستمر في دعم الحوثي ربما بصواريخ ومسيرات وإلى آخره، وسنكون في إطار عمليات كر وفر بين الحوثيين والقوات الأمريكية والبريطانية داخل الأراضي اليمنية، ربما يستتبع ذلك في قادم الأيام عمليات برية داخل الأراضي اليمنية؟ أنا طبعا أقول هذا الأمر هي مجرد يعني تخمينات إنجاز التعبير إذا ما اتسعت رقعة الصراع في هذه النقطة تحديدا. ولو أني أعتقد أنه من المفترض أن العمليات الاستخباراتية يعني المعلومات الاستخباراتية لدى واشنطن ولدى بريطانيا والدعم اللوجستي المقدم في هذا الإطار يستطيع من خلال تقديم هذه الكميات المهمة من المعلومات أن تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بالقيام بعمليات ضربات جوية فقط، استخدام توماهوك كروز أو استخدام ضربات بالمقاتلات الجوية والقاذفات لا أكثر من ذلك. لكن التقييم سيحدد بعد ذلك إلى أي مدى من الممكن أن نذهب. دكتور عجاج، ماذا عن النظرة من قبل المجتمع الدولي للجماعة الحوثية بعد هذه الضربة؟ يعني تم رفع الجماعة الحوثية عن قائمة دول أو قائمة المنظمات الإرهابية، كان هناك عتب على الجانب الأمريكي بهذه الخطوة، هل سنشهد تغير للتعاطي مع هذه الجماعة بعد الضربة الأمريكية البريطانية؟ طبعا يعني الإدارة الأمريكية وبالتحديد بايدن جاء ولديه مشروع وهو عدم التصعيد مع إيران وحل المشاكل، أي متابعة نفس الرئيس أوباما، ولذلك يعني أعاد يعني إلى سياسته القديمة وكان هو نائب الرئيس، ومن هنا أسقط الحوثي من قائمة الإرهاب وجعله منظمة شرعية وفتح وضغط على المملكة وعلى التحالف العربي من أجل التوقف إلى وقف إطلاق النار، ونحن نعرف الضغوطات التي مورست على المملكة منها منع الأسلحة وعدم تسليحها، وكذلك ألمانيا التي رفعت يعني التسليح على المملكة من يومين فقط، مما يعني جعل الأمور تسير كلها باتجاه مصالحة إيران من أجل حل المشكلة النووية. الآن أمريكا وقع في مشكلة كبرى ومعها الغرب، وأن إيران أصبحت على علاقة وثيقة جدا مع روسيا كما تحدثت، وهذه العلاقة أصبحت استراتيجية وكذلك على علاقة استراتيجية مع الصين، أي أن وراءها دولتين تنافسان الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أي انكسار للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة ستكون له تبعات سيئة جدا عليها، ولا يمكنها تحمل هذه النكسات، خاصة أن هذه المنطقة مهمة تجاريا ومهمة لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على النظام العالمي. لذلك هذه الحملة أنا برأيي والتهديد الحوثي بضربه ليست فقط مجرد يعني ضربات وتنتهي، هي ضربات لكن واستمعوا إلى المسؤولين في المنطقة الدول العربية التي زاروها ووضعوا دراسة معينة كيفية
احتواء الحوثي، لأنهم لن يرسلون جنود إلى الأرض. إذن يجب أن يكون لديهم خطة، وهذا ما لمح كثيرون يعني من الكتاب في الغرب إليه، وبعضهم اقترح دعم الشرعية اليمنية واعتبار الحوثي منظمة إرهابية. إذن الأمور كلها مفتوحة الآن، وبالتالي الخيارات أمام إيران. هل إيران ستمضي في المواجهة كما تريد وتخدم بذلك مصالح روسية والصين أكثر مما تخدم مصالحها، أم أنها ستتراجع خطوتين وتفتح قنوات وتحل الإشكاليات؟ هذا الأمر يتوقف على ردة الفعل الأمريكية ومدى قوة الضربة الموجهة وما سيتبعها من تحركات، لأن المهم التحركات ما بعد الضربة. هل سيرد الحوثي؟ ثم كيف هم سيردون؟ هنا تبدأ عملية فهم ما سيجري. لكن أنا برأيي هذه التساؤلات متكاملة.